أردوغان بيقول لك دولة إرهاب ويتعهد بالعمل على عزلها، وبعدين تحت أردوغان إذا وصلت إسرائيل مجزرتها فإن العالم بأسره سيدينها. أكثر من كده دي أكثر من كده ما هي عاملة مجازر ارتكبت يعني أكثر من 200 مجزرة. السي إن ده خد بالك ده برضه من السي إن إن يا أحمد. نعم. عشان إحنا ما بنجيبش غير حاجات. نعم. نخش بقى على المشكلة الثانية الجديدة بقى. نعم. أخونا جوتيريش طبعا هم هيضيعوه قريب. نعم. لأن هتبص تلاقي لك إيه بقى؟ قال لك غزة مقبرة أطفال. نعم. والحتة دي قلبت عليه إسرائيل بالكامل. وقال لك نحن الآن في حاجة ملحة إلى هدنة إنسانية. تحتها بقى وزير الخارجية الإسرائيلي قال لك إيه؟ غوتيريش لا يستحق أن يكون على رأس الأمم المتحدة. فالراجل ده قريب مش هيسيبوه وافتكر. نعم. لأنه وقف قدام القطر. نعم. اللي هم طبعا زي ما عملوا مع الدكتور بطرس غالي لما كان أمين عام الأمم المتحدة. نفس اللي حصل. وشكل تحقيق عشان مجزرة قانا سنة 96 ومادلين ألبرايت وقتها وزير خارجية قالت مش هنسيب وفعلا ما كملش. ده انت يعني حافظ. خد مدة واحدة بدل ما ياخد مدتين. وانا واثق والله الله يرحمه الرئيس مبارك كان مرة مجتمع مع القادة العسكريين وكنت موجودين في وسطيهم. فواحد بيقول له يا فندم بطرس غالي هنسيبه، قال له يا ابني الدنيا كلها وقفت ضد دلوقتي هما مش هيجددوه. الراجل ده نفس الكلام. النهارده برضو في 100 محامي في اوروبا اجتمعوا عشان يقدموا اسرائيل للمحكمه الدوليه. قال لك هناخد جوتيريش، فلما امين عام الامم المتحده يخش يشهد مع الشعب الفلسطيني اعتقد هتبقى ضربه كبيره لاسرائيل الفتره اللي جايه. نعم. نخش بقى على الصورة اللي جاية يا أحمد. نعم فندم. دخلنا بقى في موضوع جديد. نعم. امبارح وزير وزير إسرائيلي المالية قال لك إيه إحنا هنجلي أهل غزة لازم يمشوا. هم النهاردة أولا نتنياهو قعد الأربع أسابيع اللي فاتت كلم جميع رؤساء أوروبا. نعم. تمام. وعشان إن سيادة الرئيس طبعا عمل هنتكلم بعد كده. نعم. عمل إيه؟ إنه لغى الموضوع ده. نعم. فلما الراجل ده النهارده لقى موضوع مصر ده اتقفل. نعم. قال لك إحنا نطلعهم في أي دول أخرى توافق على استقبالهم. نعم. فطبعا ده تحول جديد. نعم. إنما برضو لازم نفكر المشاهدين بالصورة اللي جاية. نعم. إن لما جاب بلينكن وزار مصر. نعم. والمقابلة الشهيرة مع سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. نعم. وقعد معاه وقال له عايزين نخرج الناس. نعم. الأمريكان وبتاع، فسيادة الرئيس قال له لأ مفيش أمريكان. نعم. هيمشي إلا لما ندخل المساعدات. نعم. نعم. وإن إحنا مش هننقل الفلسطينيين إلى غزة. نعم. طلع بلينكن أدي على صفحته. نعم. نعم. في الإكس هي. نعم. اللي موجودة وإحنا جبناها زي ما هي. نعم. ما ترجمناهاش إكس. نعم. اللي هي تويتر اللي. نعم. فاتت. نعم. قال بيقول فيه أنا ممتن للرئيس السيسي. نعم. على ما أعطاه من تسهيلات للمواطنين الأمريكيين والأجانب. نعم. للخروج من غزة، نؤيد حل الدولتين. نعم. نرفض الرحيل القسري للفلسطينيين من غزة. نعم. وأعتقد أن ده بكده قفل على كلمة بقى أن إحنا أن مفيش حد هيخش مصر بدون أوامر، وإحنا عرضنا عندك المرة اللي فاتت شفنا مرسل العياط قال ايه ومش احنا اللي قلناه. نعم. ده الرئيس الفلسطيني والرئيس مبارك قال ايه والرئيس السيسي قال مش هندخل حد عندنا في ارضنا لان ده معناه تفريغ للقضية الفلسطينية. نعم. الصورة اللي جاية كمان بتقول مساعدة وزير الدفاع الامريكي. نعم.